المرأة التونسية ما تستحقش 13 أوت باش نكرموها. المرأة التونسية أم الفلاقة اللي حاربت الاستعمار. المرأة التونسية اللي ضمدت جروح الثوار. المرأة التونسية اللي شاركت في الحركة الوطنية وخرجت الفرنسيس إذليل من تراب الخضراء. المرأة التونسية متعلمة ولا نقابية، متثقفة ولا أمية، تولدت من زمان الأمجاد وقت الأجداد. المرأة اللي زغرتت في خرجة الشهيد تونسية. المرأة اللي هزتنا في جوفها 9 شهور تونسية. المرأة اللي سهرت لياليها وهدتنا غمضتها تونسية. التونسية تونسية من قديم الزمان، من قبل ما يتخلق 13 أوت. التونسية أكبر من بيعة وشرية في سوق الشعارات السياسية.